ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة، لأن بيننا وبين قبر الرسول 3 جدر، وزيارة الميت الذي يقف الإنسان هي التي يقف الإنسان فيها على قبر، وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها أو التي بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمهم الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، قالوا إن هذه ليست زيارة حقيقية، لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر 3 جدر. أما عرفا فإنها تسمى زيارة لا شك، ويقال المرأة زارت قبر النبي. لهذا نرى أن من الاحتياط أن لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد، لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا فضيلة الشيخ، ما حكم نسخ الأشرطة؟ أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلا إذا مرت بالمقبرة ووقفت أمام القبور ودعت فلا بأس، لأن هذه لم تخرج من بيتها للزيارة فلا تدخل في الحديث.